Casi le hago ahí. ¿Y a mí me matas? ¡Está que veo ahí, cabrón! ¡Eh, pichita, pichita! ¡Ahí está! ¡Cajé, chupi! لا تعمل فتنة أبو النار. عمل حالك ورجع على حارتك بخير وسلامة. بدي الكبير تبعكو. أبو النار رزي الشيطان وتيسر عسلك. أنت مالك عندنا؟ أنا مالي حكي معكو. قلت لك بدي الكبير تبعكو يواجهني. عم نقول لك أسير الشر وخذ جماعتك ورحال عسلك. إلي وين ما أسرته شو راح يطلع منكم؟ نكسر إيدك ورجلك أنت وياه وياه. أحسن لك اطلع من الحارة ونفوت بريشك انت واللي معك. لك اعلى ما بخيلك اركبوا. انا ماني طالع من هون. ولي حق عنكم بدي اخذن. قلتوا ايه وقلتوا لا. اه. ومين اللي اكل لك حقك يا ابو النار؟ عديدكم بدي اكل حقي. بس فشار ياكلوا. مين هيلك ابو النار؟ يا النبي عقيد. بعد اذنك عقيد. بدي احكي مع ابو النار كلمتين. واللي بتامره بيصير. كلها تبع الحارة طول عمرك. احكي ابو عصام احكي. تفضلت عقيد. شوف ابو النار، انت رجال زقرت ومعدل وما حدا بيقول غير الحكي، بس فوتك على حارتنا على الشكل هي معناتها انت جاي ناوي على الغلط، وهي شغله كبيره وما حدا بيقبلها. عمي انت بتعرف انه في لي حق عنكم هون بالحاره بيت عمتي. ما قلنا لا، والحكي لسه ما خلاص، والحكي اللي بدي اقوله هلا بعد اذن عقيد حارتنا في وعد علينا. شو قلت عقيد؟ كلامك طابو. شوف ابو النار، انا راح اعطيك هلا وعد قدام العقيد ابو شهاب وقدام اهل الحاره كلهم. اذا قالك حقلك عمي بتاخده من عيني هيا بالهي ومن هالشوارب. وانا بامر العقيد. والعقيد تحت امرك ابو عصام. شو قلت ابو النار؟ شو المطلوب مني؟ بتضب سلاحك عمي مع رجالك وبنرجع احباب واصحاب مثل ما كنا اول واحسن كمان. خلي قلوبنا تتصافى. وها هاي ايدي يا ابو النار، اول ايد ممدوده الك ولرجالك بعد اذن العقيد. ايدك محميه وللخير مرميه يا ابو عصام. مدين ايدينا لرجالنا احنا يا ابو النار. وهي ايدي ممدوده إلها. احلى من النار عمي. وايدي ممدوده لاحلى عقيد ابو شهاب. بعد اذن العقيد ابو شهاب الصلحه عندي بالبيت عمي. شرفوا شباب، شرفوا شرفوا لبيت صهري ابو عصام كبير الحاره. وانتوا يا رجال تفضلوا لعندي على قهوه بيابتي. الله يحييكم. تفضلوا.